يرتفع صوت الميدان فتنخفض أصوات الوسطاء الدوليين الداعية لحل سلمي في اليمن. ليس ما يبدو مناورة أو وسائل ضغط يقول قادة عسكريون، وإنما عملية عسكرية واسعة هدفها إنجاز ما لم تستطع الدبلوماسية إنجازه، الحسم أو إجبار الإنقلابيين على القبول بتنفيذ الإجراءات الأمنية قبل الدخول في مفاوضات تفضي إلى تسوية سياسية. هل ستفرض الحرب خيارها إلى الأخير؟ وما هي قدرة الحكومة على إنجاز معركتها العسكرية مع الإنقلابيين هذه المرة؟ الشاهد أن عودة الحكومة والرئاسة إلى العاصمة المؤقتة عدن حفزتها على استئناف مسار المعركة بمختلف أشكالها السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية. وبعد أن ظلت في موقع الدفاع لشهور طويلة وفي موضع الحريص على السلام مقابل تصعيد الميليشيا وتدميرها لفرص الحل، عادت الحكومة لتشعل نار التصعيد من جديد، وها هي الأرض تنزلق من تحت أقدام الميليشيا، واقع يفرض نفسه على تخوم صنعاء ومثله في صرواح آخر جيوب الميليشيا في مأرب وكذلك في بيحان التابعة لمحافظة شبوة والفاصلة بين مأرب والبيضاء. هذا الجيش الوطني اللي شفته رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف أكد أن معسكرات القوات المسلحة الموالية للشرعية فتحت أبوابها أمام كل التشكيلات القتالية والوحدات العسكرية التي لا يزال بعضها يخضع للإنقلابيين دون شروط، مشيرا إلى أن مئات الضباط المقاتلين في صفوف القوات الموالية للرئيس المخلوع غادروا صفوف التمرد والتحقوا بالقوات الشرعية. أمام هذا التحول المفاجئ لا شك أن تغيرا طرأ على خيارات الحكومة وخططها وإمكانياتها ومواقف أطراف إزاء الخيار العسكري الذي ظل محاطا بالكثير من العقبات والعراقيل، ليس من الداخل وإنما من الخارج المحمول على فكرة إنقاذ الإنقلابيين بتسوية تتجاوز المرجعيات الثلاث. كان لافتا خطاب الرئيس هادي الأخير في المكلا، حيث فتح النار على المقترحات الدولية التي تكافئ الإنقلابيين بحسب تعبيره، في إشارة إلى أن المواجهة قد بلغت مرحلة لا عودة. نطلب تكثيف الدعم حتى نستكمل مشروعنا في الانتصار الكامل لكافة المحافظات ونصل إلى بر الأمان، حتى نمضي بعد ذلك فيما تبقى من استحقاقنا للمرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وتأسيس الدولة الاتحادية وإجراء الانتخابات الرئاسية والاتحادية. خطاب الرئيس هادي أظهر أن مسألة الحسم الميداني مرهونة بإرادة التحالف، لهذا حرص على حث التحالف على المضي قدما في خطة الحل العسكري، ولكن هل سيتفاعل التحالف مع تمنيات الرئيس هادي؟